بيناتنا اسم توفيق يوسف عواد بيعز علينا كلنا ومؤثر فينا. لا في اشخاص يمكن بيعرفوا تفاصيل افكار توفيق يوسف عواد اكثر من غيرهم، ولكن الاسم بيرن بدينتنا كلنا، واجيال كثيره ربيت على افكاره الحلوه وافكاره العاليه. للاسف ما بعرف اذا الجيل الجديد اليوم عم يقدر هالقيمه، بس اكثر يمكن من خلال الترجمات رح يكون في انتشار اوسع لاعمال هالمفكر اللبناني الكبير. اليوم بالاستوديو معنا زينة توتونجي ومعنا توفيق ربيع عواد، احفاد توفيق يوسف عواد. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، وحلو كثير انه اليوم كنا عم نحكي عن طواحين بيروت يلي ترجمت للغه الفرنسيه بعد ما كانت ترجمت لاكثر من لغه. ليش كانت مأخره اللغه الفرنسيه مع انه اقرب يعني لغه لنا؟ ايه هيدي الشغله اللي بتلفت النظر كثير، ولانها كان دائما عم بفكر فيها، لانه الترجمات يلي تمت كلياتها تمت تلقائيا، يعني بدون ما يكون في اي عمل اي مبادره من قبل ان كان الناشر يما العائله. وحكيت جدي بهالموضوع اول ما طلعت الترجمه الانجليزيه، انه طب والفرنساوي ليش؟ انه نحن طبعا في قرابه بين لبنان وفرنسا، ونحن بالعائله فرانكوفونيه اكثر مما نحن يعني نحكي الانجليزي ثالث لغه. فهو طبعا ما مش هو رح يهتم، وانا بلشت اهتم لما رحت على فرنسا وانا عايشه بفرنسا. واول مره حكيت بالموضوع من 15 سنه، بس بعد ما كان في اهتمام انه يترجموا ادباء متوفين، هن كانوا عم بيهتموا بالعايشين. والقصه الكامله انه فانا اتصلت بناشر، وظاهر ما كان في اي اهتمام. ولما كان في حدث بيروت عاصمه العالميه للكتاب، قدمت مشروع ترجمه الكتاب، وتحمسوا كثير طبعا، ووزاره الثقافه دعمتنا من الاول للاخر، مع انه طلع هالكتاب متاخر بالنسبه ل 2010. وبلش المشروع هيك. فأنا رحت بعدين واتصلت وفتشت على ناشر، وبعدين فتشنا كمان على المترجمة. وأخيرا ترجمته في فئة أبو ديب، اللي هي كمان صحفية تكتب الأوريون لجو مثل ما بتعرفي، وهذا الكتاب أخيرا طلع دون لي مول دو بيروت. دون لي مول دو بيروت. خلينا نشوفه على الهواء شوي، لازم نمسكه نحمله هيك. هيدا الكتاب الجديد يلي صار موجود بالاسواق اللبنانيه واسواق الفرنسيه والاسواق الفرنكوفونيه بتصور. بالضبط. رح انتقل عندك توفيق ربيع عواد يلي بتحمل اسم توفيق يوسف. صحيح. عواد، واكيد هيدي شغله يعني كثير مهمه، يعني بلبنان عندنا هالعاده يلي كثير حلوه، بس كمان كثير بتاثر بالحفيد، ويعني بتخليه يحس حاله انه حامل ارث معين، خاصه لما بيكون هالارث هالقد كبير. بالنسبه لك قد ايه اهميه هالموضوع؟ يعني اكيد حامل اسم كبير، وهذا فخر لإلي. بتصور اول ما اوصل للناس اول سؤال بيسالوني شو سلطتك، علاقتك مع الكاتب. ونحن هذه التقاليد تركناها بالعائله، يعني انا بي اسمه ربيع وابني سميته ربيع كمان. اليوم عندنا مجموعه من كتب توفيق يوسف عواد مترجمه للغه الفرنسيه هالكتب، وليش تركيز على طواحين بيروت؟ في بفتكر السائح الترجمان ترجموه للغة الفرنسية، وهلأ طواحين بيروت مثل ما كانت عم بتقول زينة بعد 30 سنة وترجمة ممتازة، يعني عم بقراها هلأ من في أبو ديب. ترجم للغة الإنجليزية، للغة الروسية، واللغة الألمانية طواحين بيروت. إسباني وصيني. وصيني كمان. والإسباني. عم تقولي تلقائيا الترجمه، يعني كيف يعني المستشرقين حبوا يترجموا او اول ترجمه الانجليزيه المترجم اسمه ليسلي ماكلوغلين، كان هو مقيم في لبنان بشملان، كان هو بيدرس يعني في هو مركز استشراق. اجى نهار بتذكر جدي قالنا انه اتصل فيه هالشخص ليسلي ماكلوغلين، وكان هو عامل الترجمه، فاجى اتصل قال انا حبيت كثير هالروايه وترجمتها، فشافوا بعض كده الترجمه واتصلوا بالناشر. الترجمات الاخرى من عدا الاسبانيه، حكومه اسبانيا عملتها من بعد الانبلاء على السفاره يلي قتل فيها جدي وامي والسفير، عملوا الترجمه الاسبانيه ب 92. بقيه اللغات صارت بكل البلدان يلي كانوا قبل الشيوعيه، يعني الروسي والالماني، هي المانيا الشرقيه والصيني، هن نعملوا يعني بدون اي تشاور مع الناشر يما يعني مع الكاتب. احفاد توفيق يوسف عواد قارين كل الاعمال؟ انا تقريبا بفكر كلهم. واولادكم؟
اولادنا تعلموهم بالمدرسه، بعده اليوم كتب جدا بيعلموهم بالمدرسه طبعا. هلا في بعض الشعور يعني في بعض على البيت الاولاد عايشين برا ما كثير بيحكوا عربي، بس اولادي اكيد دارسين بالمدرسه. شو الشعور لما بيرجعوا على البيت او لما بيروحوا على المدرسه وبدهم ياخذوا درس عن جدهم؟ هلا اجمالا اول النهار بس بيفوتوا على المدرسه بيسالوه شو، بيسالوا ابني، بيسالوا بنتي شو علاقتك، واول ما يعرفوا انه جدهم توفي عوهاد بصير في تركيز على هذا الموضوع، ويمكن مرات شوي ضغط عليهم لانه بيتاملوا الاساتذه انه يكونوا كمان بمستوى جدهم بالنسبه للعربي. فكرت شي مره تكتب؟ حابب اكتب، هذا يمكن هدف وحلم عندي، بس بالوقت الحاضر مش وارد، يمكن بعد 10 سنين. نعم، افكار كبيره موجوده عند توفيق يوسف عواد واثرت باجيال، اوقات في اجيال مأثره بالافكار بدون ما تعرف حتى لمين، صارت من هيك عواد وتقاليد لبنانيه وبافكارهم كمان، وهالشيء اكيد بتحسيه يعني بالمجتمع اوقات، قد ايه في فخر بهالاطار لك يعني، قد ايه فخر انه هالقد اللبنانيين متاثرين بهالمفكر الكبير. ايه الحقيقه اذا انا اللي حبته كمان اكيد انا مبسوطه كثير، وكان هممني كثير تطلع هالترجمه بالفرنسيه، بس بنفس الوقت هالترجمه رح تخلي الناس ترجع تقرا من جديد الروايات بالعربي، ولما الواحد بيقرا طواحين بيروت يا مادون لي مول دو بيروت، الشغله الواحد بيتفاجئ كثير كانه كاتبها اليوم، والحكي اللي عم بيحكيه بعدنا عم نعيشه، والتقاليد كلياتها بعدها موجوده، ويلي تغير المشاكل يعني نفسها مشاكل بلا ما نحكي بالمشاكل يعني يلي تغير بتحسيه على الوجه، الوجه القشطه من فوق شفتي كيف؟ وكل ما احكي لما كنت عم بحكي عن مشروع كلهم يقولوا لي طواحين بيروت يعني اثر فينا نحن كجيل بتفكيرنا والعقليه. مأثر فيكي كمان طواحين بيروت يعني كنت هالقد عم تشتغلي لانه يترجم للغه الفرنسيه بالوقت اللي بقيه الاعمال مش كلها مترجمه للغه الفرنسيه. لا طبعا اي انا بحب كثير طواحين بيروت، بحب كثير الرغي يعني بعد عده اشياء، بس طواحين بيروت لانه موضوع هالروايه مهم لدرجه، وبما انه لما عشت بفرنسا وشوف قديش ترجموا روايات اخرى للبنانيين بتحكي عن الحرب وبدور حوالي الحرب، قلت في شيء ناقص، في شيء ناقص يعني، في كتاب انكتب قبل الحرب من زمان وطلع قبل الحرب وعم بفسر لنا انه هالبلد رايح للحرب للمطرح منه منيح وواضح، فكان انا بلاقي انه كان مهم كثير. فهمت انه بالترجمه كمان؟ ايه انا بترجم. ايه ليش مش انت ترجمت الكتاب؟ ما بعرف عدة اشياء، اولا لما عملت طلعت بالمشروع انا شغلي يعني كان عم بياخذ من وقت كثير، وبعدين يمكن لانه جد انا حابه يمكن هلا فيني بلش ترجم كم شغله، بس بدي اعمله مع شخص ثاني، انا كان بدي نعمله اثنين سوا، انا كثير مبسوطه من شغل يعني فيفي. كنت خايفه ما تكوني موضوعيه؟ يمكن ما بعرف، ايه يمكن هلا في اشياء لما في اشياء مثلا انا زدتها بالترجمه، ما قلت يمكن هيك يا هيك، لانه بعرف جدي بعرف طبعه، وانا كنت اقعد معه لما عم بدرس ترجمه، عم اعمل ترجمه اقعد معه يصلح لي اللي انا اساله، وهو يقعد معنا ويقرا لنا، يقول لي تعي زينة قعدي ويقرا لي شعر، يقرا لي ويفسر لنا بقى، يمكن يمكن بعدين في هالرابط الصله يمكن منيح يمكن منه منيح، او يمكن حتى مؤثر لك الموضوع كمان. ايه طبعا اكيد طبعا. شو علاقتك بتوفيق يوسف عواد القريبه يعني كحفيد؟ انا بس فكر بجدي اول شيء، بفكر بشخصيته، كان عنده جراءه مش معقول فعلا الجد قد ايه بياثر بالاحفاد، كان عنده جراءه، كان عنده ثقه كثير كبيره بنفسه. هذا الموضوع بذكرني قصه كان هو يخبرنا اياها، بس كان بالمدرسة كان في مباراة بالأدب، كان هو بصف السجون ورفض يشترك مع أولاد صفه الأصغر منه، طلب وأصار يشتغل مع الكبار يعني صف البريمير والترمينال. الفحص كان 4 ساعات، قعد بالفحص ساعة وظهر من الفحص أول واحد. النهار اللي كان فيه توزيع جوائز بلشوا يعلنوا أسامي الفايزين، بقى بلشوا بالثالث والثاني، وهو كان قاعد باخر الصاله قبل ما يقولوا اسمه ويعلنوا مين الفايز بالجائزه الاولى، قام قدام 300 تلميذ ومشي من اخر الصاله
للمنصة كان أكيد أنه ما حدا غيره معقول يفوز بالجائزة الأولى، وفعلا كان هو أكيد الفائز. يعني مش بارازار أو مش بهيك صدفة كان عم بيشتغل، كان فعلا عم بيفكر وعارف من الأول أنه أفكاره هي صحيحة. يعني موهبة قليل الناس عندهم إياها. عادة المفكرين الكبار مش دايما بيكونوا واثقين من أفكارهم لهالدرجة أو مستشرفين الأشياء اللي بدها تصير بعدين، مثل متوحين بيروت مستشرف الأشياء لقدام، بيكونوا عم يعيشوا الحالة بوقتها وبيكتشفوا أنه هالقد هن أفكارهم عم توصل لكل الناس أو عم بتكون مأثرة بكل الناس. هون الوضع مختلف، هون الوضع مختلف كتير. هو كان عنده رؤية وكان عنده هالقوة يلي فيها يلي هو فيه. بتعرفي انه هالكتاب كتبه كان باليابان، كان سفير باليابان لما كتب طواحين بيروت بال 69، يعني بعيد، كان بعيد كثير. والوصف اللي عم بيعطيه كانه عايش قاعد بالحمرة ببيروت وعايش الاوضاع اللي كانت وقتها، كان في مظاهرات الطلاب، يعني قايمه قاعد البلد كانه قاعد فيها. هيدي قوته، فكر، هيدي قوته، هيدي موهبه، هيدي رؤيه كان عنده اياها، وعارف حاله انه شايف الاشياء يمكن عن بعد، في عنده بعد دائما عن الوضع. ولما بلشت الحرب انا دائما اساله طب ليه ما رح ترجع تكتب شيء؟ ليه شو عم بيصير بالبلد؟ قال لي هلا اعتكف فتره طويله. ايه اعتكف عن الكتابه او وقف الكتابه فتره طويله. قال لي لا، طالما الوضع هيك، قال لي لا ما بينكتب شيء هلا، بدنا ننطر يخلص، ما بينكتب شيء. ما كتب غير كان حصاد العمر. خلص. لا كتب حصاد العمر بالحرب. بس هو فينا نقول بس كتب طواحين بيروت كان عايش باليابان بال 69، كانه تنبأ الحوادث يلي صارت بعدين بلبنان بال 75. يعني كان كتبهم وخلص، كتبهم يعني ما بقى في شيء يكتبه، لان كان الصوره عن المجتمع وعن المشاكل الطائفيه والسياسيه كانت موجوده، الواحد بيقراها اليوم كانه انكتبت اليوم. وكمان يعني 20 سنه بعد ما كتب طواحين بيروت بال 89، هالحوادث اللي تطورت قضت بحياته بالقصف يلي صار على السفاره الاسبانيه بأدار 89. على كل حال العمل الدبلوماسي كمان كان يمكن اكثر عم يخليه يشوف الاشياء مثل ما لازم، يعني مفكر بهالمستوى وببوست دبلوماسي وباكثر من بلد بالعالم كمان كان عم يشوف الاشياء من وجهه نظر مختلفه. طبيعي، يعني هو عاش بعده بلدان، الارجنتين للمكسيك لاسبانيا، ايران، اليابان، روما. بس انا من اللي بعرفه من جدي كان هو غرامه الأساسي الكتيبة والأدب، وأكيد كان ملتحق بالسلك الدبلوماسي بس كان يعشق الأدب والكتيبة يمكن أكثر من السياسة. هدفنا نحن أنه المفكرين الكبار يكونوا هن عم يديروا البلد. حلم، حلم. ما بعرف إذا هدف بس بفتكر بعضا هذا الوضع. رح ناخذ وقفة مع الهيدلاينز ونرجع نشوف الصور اللي معك كمان مدام توتنشي. مامي لبا معنا اكيد الحديث بيطول مع احفاد المفكر اللبناني الكبير توفيق يوسف عواد، معنا بعض الصور كمان لنرجع نستذكره. ما بعرف اذا كل الصور رح تكون واضحه وقريبه، رح اخذ هالصوره وتخبرني زين عنها اكثر. هيدي الصوره باسبانيا لما كان سفير لبنان باسبانيا، وستة لابسه الطقم الاسباني ال ايه ال هون جدي عم بيقدم اوراقه الاعتماد لتشانغ كاي تشيك بتايوان لما كان هو سفير اسبانيا، وهون بالفلبين مع ماركوس الوزير ماركوس، وهون بايطاليا في ستة وجدي وادوار سوما اللي كان مدير منظمه الزراعه. هون كان بالعربي لانه هو طلب يروح يقدم اوراق اعتماده للامبراطور هيروهيتو بالعربي. يا حي هو، يا حي نفس الصوره. اوكي هذا عم نشوف هون، وهون مع وزير المصري وزير المصري وزير الخارجيه المصريه بال 58 تقريبا. فهمت انه في علاقه قريبه بينك وبين توفيق يوسف عواد، يعني جديك اللي مأثر فيك ان كان كشخص بس كمان كان كثقافه عامه او ان كان كفكر او ان كان كل هالبلدان يلي زار، اكيد بيكون نقل لاحفاده كل يعني المخزون. انا بنعرف انه الاجداد دائما بيكونوا كرمه
كرمة بالمعلومات، كرمة بالحكايات الحلوة، كيف تكون توفقوا سوا عواد هو يعني الجد. شو كانت العلاقة القريبة؟ أنا الحقيقة أول الأحفاد، أنا أول وحدة، فأنا رحت لكل المناصب. هو لما ترك مصر راح المكسيك، أهلي تجوزوا بمصر ولحقوه بالمكسيك، فأنا ولدت بالمكسيك وعشنا هنيك. بعدين لما راح اليابان كمان رحنا على اليابان مرتين وقضينا معهم كل الصيفية، يعني نترك المدرسة قبل بوقت وزرنا اليابان معه، وبعدين إيطاليا كمان زرناه بإيطاليا. هلأ حكايات طبعا كان في حكايات كتير يخبر لنا إياها، وبعدين هن كانوا يحبوا الفن كتير، ستي وجدي، بقى في بكل بيوتنا تحف ويعني اشياء بتذكر بكل المراحل، بكل المراحل اللي مرقوه، يعني السفر بيضلوا دايم. هل قد بعيد عن لبنان وفترات طويله بس العلاقه بيناتكم ضلت قريبه، ويعني لبنان موجود بكل دقيقه وبكل كلمه بيكتبها توفيق يوسف عواد، شو السر؟ بفتكر كان اول شيء حبه للبنان. نحن من الذكريات اللي اكثر شيء بالعائله عنا اياها، كنا قاعدين بالبيت ببيت الجبل عنده ببحر صاف، كان يحب يجمع العائله اولاده واولاد اولاده ويقرا هو القصص والروايات اللي كاتبها، وهذا الشيء بفتكر ترك تاثير كثير كبير فينا. يعني نحن سمعنا من صوته القصص مع التعليق مع التفسيرات. طب تقرون وبتشوفون بغير طريقه؟ بنشوفهم بغير، بنرجع نسمع صوته بس. يا ريت مسجلين. تسجلوا في بالثمانينات بفتكر وقتها صوت لبنان سجلوا كذا حلقه. بعضهم موجودين. بس باخر دقيقه عنا اياها، كان في تكريم السنه الماضيه ببحر صاف لتوفيق يوسف عواد، صحيح؟ التكريم تجل في تمثال انعمل مشان نعم. نحط بالضيعه نعم. على مرور 100 سنه من ولادته بال 1911، ونتأمل انه قريبا يصير الاحتفال. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لوجودكم معنا اليوم، اغنيتوا يومنا، شكرا لكم. شكرا مشاهدينا، رح ناخذ وقفه ونرجع نتابع.